كل الشكر للصوت الجميل عبد الله مبارك وفرقة الليلة اليوم اللي قاعد يدعون معنا من خلال هذه الفواصل الغنائية. موضوعنا الحين بيكون عن استهلاك الكهرباء والماء واللي أطلقت من خلاله وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة برنامج حافز للترشيد. راح نتكلم عن تفاصيله أكثر مع المهندس فلاح المطيري مدير إدارة شؤون العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. مساك الله بالخير وحياك الله مهندس. يا أهلا ومرحبا، مسي عليك بالخير ومسي على الأخوة المشاهدين بالخير. حياكم الله. يمكن لما سمعنا عن حافز للترشيد وايد ناس يبالهم أن راح تكون هناك مقابل مادي على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، هل الموضوع صحيح؟ نعم، بداية نشكر لكم هذه الاستضافة لإيضاح أو شرح برنامج حافز للترشيد. برنامج حافز للترشيد تم أطلاقه في فبراير من عام 21 سنة 21. هذا البرنامج هو عبارة عن ثلاث برامج في برنامج واحد. برنامج ترشيد استهلاك الكهرباء، ترشيد استهلاك المياه، والبي في اللي هو توبروف بانل سيستم، طاقة الكهروضوئية فوق أسطح المباني. الحين تفضل، يعني هل راح يكون في مقابل من خلال استهلاك هالثلاث خدمات؟ نعم، عندنا استهلاك برنامج حافز لترشيد استهلاك الكهرباء. ترشيد استهلاك الكهرباء اذا كان ترشيدك خلال الشهر اقل من 20% راح تاخذ ضعف الترشيد. يعني اذا انت رشدت مثلا 15% من استهلاك من فاتوره الكهرباء راح تاخذ خصم على الفاتوره 30%، اذا رشدت 20% وما فوق راح تاخذ خصم 40%. بالنسبه لفاتوره المياه اذا رشدت اقل من 25% راح تاخذ الضعف، يعني رشدت 40% راح 20% راح تاخذ 40% خصم على فاتوره المياه، 25% وما فوق راح تاخذ خصم 50%. أما بالنسبة للألواح الكهروضوئية فوق أسطح المباني، هذه إن شاء الله بإذن الله جاهزة في خلال الربع الأول من 23 إن شاء الله بإذن الله تكون منطلقة. لكن البرنامج حافز ترشيد المياه أو برنامج حافز ترشيد الكهرباء، في ناس استفادوا من هذه البرامج ونزلت بحسابهم فلوس. نعم، يعني مهندس فلاح مثل ما تفضلت أنه تم يعني تدشين هذا البرنامج في فبراير 2021. نعم. كم عدد الناس اللي يعني شاركوا وساهموا في هذا البرنامج والعدد اللي أنتم تطمحون له بعد؟ بداية هو أول ما بلشنا في البرنامج في فبراير 21 لغاية، طبعا أنت احنا عندنا الحافز يكون بعد السنة الميلادية، يعني نهاية السنة في شهر يناير نحط الحافز أو المبلغ اللي أنت رشدته وخذيت يعني تستحقه نحط لك إياه بحسابك في يناير. هو مو بعد سنة، هو في يناير من كل سنة. يعني ممكن أنت اشتركت معانا بشهر 9 بسبتمبر، في يناير راح ينزل لك شهر 9 و10 و11 و12 راح تنزل لك في شهر 1. من فبراير 21 لغاية ديسمبر 21 كانوا عدد المشتركين معانا، كان العدد يعني تقريبا بسيط، 950 عميل. اللي حصل على الحافز منهم ورشدوا 513 عميل. 513 حاليا وصل العدد إلى 2228. هو البرنامج يحتاج ان انا اسجل، ابلغ وزارة الكهرباء والماء اني انا ابي اسجل، ففي سيستم يعني يتم عندكم هذه هي الطريقة؟ اي نعم، دش على السايت ويب سايت مال الوزارة اللي هو www.mew.gov.kw، وموجودة الايكون مال الانضمام او الاشتراك في برنامج حافز للترشيد. في شروط إذا تنطبق عليك هذه الشروط، طبعا هو هذا البرنامج موجه للمواطنين أصحاب السكن الخاص. نعم، إذا تنطبق عليك هذه الشروط اللي موجودة في البرنامج، تكون مسدد المبالغ اللي عليك، قراءاتك داخلة منتظمة، ما في عليك ضبطيات قضائية، ما في المرفق صار له أو المبنى صار له أكثر من سنة
شغال فيه الكهرباء، هذه الشروط إذا تنطبق عليك راح تدش وتنضم لهذا البرنامج. وأقدر أسجل في البرنامج في أي شهر من السنة، أي شهر من السنة الحافز يكون من يناير من كل من سنة. يناير إيه نعم. نعم أيضا يعني حافز الترشيد في عنده تطوير خلال الفترة القادمة، موضوع الألواح الشمسية أكيد وألواح الطاقة الشمسية، متى راح يتم استخدامه؟ هذه إن شاء الله بإذن الله في الربع الأول من 23. نعم أكيد راح تكون في حملة يعني قبل انطلاق هذا الموضوع. إيه نعم بإذن الله راح تكون في حملة، وراح تكون في شروط وأحكام للاستفادة من هذا الحمل. نعم يمكن موضوع استخدام أو يعني ترشيد الاستهلاك وأيضا استخدام ألواح الطاقة الشمسية دائما يحتاج من الوزارة تشجيع عمل بعض الحملات الإعلانية وغيرها، فإيش كثر شايف أن الناس ممكن تقبل على موضوع الألواح الطاقة إن شاء الله الشمسية. إحنا أملنا كبير أن راح يكون في اشتراك أو في تفاعل من إخوان المواطنين والجمهور في استخدام هذا الألواح، لأنها راح توفر عليه وراح توفر على الدولة وهو راح يستفيد أيضا ماديا من في نسبة من التوفير يعني أنتم حاطينها كم راح تكون تقريبا نسبة التوفير؟ على حسب كل شخص وحسب الألواح اللي راح يكون حاطها أو راح للإنتاج إنتاج هذه الألواح. اي هذه مهندس فلاح اللي قاعد نشوفها احد البيوت اللي نعم. مطبق هذا النظام الواح الطاقه الشمسيه. ايوه هذا الالواح راح تكون بهذا الشكل نفس ما احنا قاعد نشوفه. في محفزات او خدمات راح تقدمها اكيد راح ياخذ مقابل هذا الشيء، راح ياخذ مقابل فلوس راح تنزل بحسابه بالوزاره، راح تنزل مبالغ لتوفير الطاقة، زائد أنه هو ركب هذه الألواح ودش معانا في الحافز الثالث، فراح تكون مجزية جدا أكيد. وفي أكيد شروط ما تنطبق يمكن على الكل، شنو أهم الشروط اللي راح تكون عن تطبيق يعني أو تركيب الألواح الطاقة الشمسية؟ الشروط اللي هي موجودة عندنا في الويب سايت ما تفضلت، أنه يكون مرفق سكن خاص مواطن كويتي، مرفق ما في عليه ضبطيه قضائيه، مسدد المبالغ عليه، منتظم في قراءاته، نفس الشروط اللي تنطبق على حافز موجود على الحافز الاولي. نعم يمكن اداره خدمات العملاء دائما يعني تحرص على انها يعني تقدم كل الخدمه المناسبه للاخوان المواطنين اكيد على ارض هذه الديره الطيبه، لكن حصلتوا على شهاده الايزو لضبط الجوده، خلينا نتكلم عن تفاصيل هذه الشهاده، شلون اخذتوها وشنو اهميتها بالنسبه لكم؟ هذه شهاده الايزو 9001، إدارة خدمات العملاء حصلت على هذه الشهادة بالتعاون مع شركة عالمية في تبسيط الإجراءات للأخوة العملاء، توحيد الفورمات، تسهيل الإجراءات أو المعاملات للأخوة العملاء، توحيد البروتوكولات الموجودة في المكاتب كلها. بناء عليها الشركة بعد ما تأكدت أن إحنا ماشيين في البروسيس المطلوب تم حصول على هذه الشهادة. نعم ألف مبروك وتستاهلون أكثر، وجهودكم ما شاء الله دائما هي واضحة. إذا في كلمة تحب توجهها لكل الأخوة المواطنين والمقيمين من يعني إدارتكم أكيد. إحنا نتمنى أن من الأخوة العملاء الاشتراك في هذا البرنامج توفيرا على الدولة واستفادة لهم أهمة، استفادة لهم أهمة مادية، ويقدرون يتصلون اتصال على مركز الاتصال 153 يستفسرون شلون طريقة الاشتراك، شلون الإجراءات، يقدرون يساعدونهم الإخوان هناك في مركز الاتصال الكول سنتر في عملية الانضمام الاشتراك في هذا البرنامج. إن شاء الله قواكم الله. كل شكر لك مهندس فلاح المطيري مدير إدارة شؤون العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على وجودك اليوم معنا في الحلقة. حياك حبيبي، شكرا. الله يحييك. احنا عندنا فاصل قصير ونرجع نتواصل معكم، خلكم معنا.